سيدي الدار البيضاء هجمت من طرف مغاربة مغاربة قح ليسوا إسلاميين كما يدعى أو يد أجنبية لا وجود لها. والآن أنا كنتمنى أن الحكومة المغربية تميل للرأي العام الداخلي والخارجي ما هي اليد الأجنبية التي حركت الدار البيضاء، هي أمر مغربي مغربي ولا أفوح بأسبابه لأنه مسائل مغربية حتى نكون مغرب وهذه المينة. اسمح لي هذاك، اسمح لي من فضلك لأنه لابد أن نبين شحال تشد من واحد. كم ألقي القعان القب؟ نعم 3000 واحد اللي حكموا و7200 الذين عذبوا وشردوا